أهلا بكم إلى حلقة جديدة من تحت الضوء. العراق يعيش في كارثة اقتصادية حقيقية، هكذا يصف خبراء اقتصاديون الوضع الاقتصادي في العراق بعد انهيار أسعار النفط في السوق العالمية. يرى آخرون أن الاقتصاد العراقي منهار قبل انهيار أسعار النفط عالميا بسبب السياسات الاقتصادية التي تبعتها حكومات ما بعد احتلال العراق عام 2003، المعتمدة على أساليب خاطئة في إدارة الملف الاقتصادي بحسب وصف اقتصاديين وخبراء اقتصاديين، منها اعتمادها على النفط كمورد ريعي فقط، وبالتالي فإن الموازنة تحتاج إلى سعر البرميل 50 دولار كحد أدنى من أجل تسديد الرواتب فقط، وكذلك الاستدانة وهي كارثة اقتصادية مضافة، فكيف سيسدد العراق الفوائد على القروض الخارجية والداخلية وهو يعيش أزمة اقتصادية حقيقية، بالإضافة إلى عدم الاعتماد على الخبراء الاقتصاديين في إدارة الموضوع والمواضيع الاقتصادية، وأن من يضع قرارات مواجهة الأزمات الاقتصادية هم السياسيون. نتساءل في هذه الحلقة، ما هو الضرر الذي لحق بالعراق من جراء انهيار الخام الأمريكي وأسعاره، وما تداعيات انهيار الاقتصاد العراقي المتهاوي منذ احتلال العراق عام 2003 وحتى الآن؟ نتابع هذا التقرير ونبدأ الحوار، كونوا معنا. على حكم العراق منذ احتلاله عام 2003 تسير به نحو هاوية اقتصادية كبيرة في ظل سياسات تعتمد على أساليب خاطئة في إدارة الملف الاقتصادي وتسعى إلى تدميره ونهب خيراته وجعله في مصاف الدول الفقيرة، بعد أن كان دولة غنية تمتاز بثرواتها المتعددة وموقعها الاقتصادي المتقدم في العالم. اليوم أصبح الاقتصاد العراقي يعتمد على النفط مورداً ريعياً فقط، وبالتالي فإنه سيستمر في دوامة الأزمات الاقتصادية لتأتي اليوم جائحة كورونا متممة للمشهد الاقتصادي المتردي بعد انهيار أسعار النفط في السوق العالمية. أكثر من 6 ملايين موظف عراقي مهددون بقطع رواتبهم أو تقليصها، وستواجه البلاد مشكلة في توفير الإيرادات الكافية لدفع رواتب الشهر المقبل مع انخفاض سعر النفط ووجود الأزمة الاقتصادية، بحسب وزير الإعمار والإسكان، في الوقت الذي تنفق فيه بغداد أكثر من 45 تريليون دينار سنوياً مخصصات للدرجات الخاصة. خبراء اقتصاديون أشاروا إلى أن العراق يحتاج إلى 4 أضعاف سعر النفط الحالي لسداد احتياجاته، وبعكسه فسيضطر للتعويض إما بالسحب من الكتلة النقدية الاحتياطية في البنك المركزي أو الاستدانة التي تترتب عليها فوائد كبيرة للشركات والمصارف الأجنبية. مجلة فورين بوليسي الأمريكية قالت إن سياسات العراق في مرحلة ما بعد الغزو الأمريكي تشبه نظاماً من الغنائم مصحوباً بفساد ورقابة معدومة، ومعظم السياسيين والأحزاب متواطئون في هذا الأمر، والأمريكيون مشتتون بشكل كبير، وإيران تريد العراق كما هو عليه الآن. فرص العمل العابرة لأغلب العراقيين لا سيما النازحين منهم، والتي تلاشت بسبب القيود المفروضة على الحركة وغيرها من التدابير بالتزامن مع تفشي وباء كورونا، بحسب مفوضية شؤون اللاجئين، فإن ذلك مما فاقم الأزمة الاقتصادية التي ألقت بظلالها على العراقيين. وبالتالي فإن العراق يواجه عاصفة كبيرة بامتياز مع انهيار أسعار النفط ومواجهة فيروس كورونا وتنامي الصراع بين أحزاب السلطة بشأن تشكيل الحكومة والتوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة وإيران. جاءت قضية انهيار أسعار النفط لتضرب الاقتصاد العراقي الذي يعتمد بنسبة 95% منه على الصادرات النفطية، بحسب صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية. إذن نسلط الضوء في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام على الاقتصاد في العراق وكيف انهار، أسباب انهياره، وأنه منهار أصلا قبل انخفاض وانهيار أسعار النفط عالميا. فمنذ احتلال العراق والاقتصاد العراقي يعاني، لنبحث في ثنايا هذا الموضوع، وما هي أسباب انهيار الاقتصاد العراقي وما تداعيات هذا الانهيار وتأثيره أيضا على
معاناة المواطن العراقي الذي يطالب بأن يكون بلده مساو لباقي البلدان على الأقل بجميع الحقوق الاقتصادية، وكونه بلدا نفطيا ويتمتع بثروات هائلة. نبحث هذا الموضوع مشاهدينا الكرام، وأرحب بضيوفي الكرام في هذه الحلقة. دكتور علي الربيعي السياسي والأكاديمي العراقي ينضم معنا من لندن. دكتور علي، مرحبا بك. أهلا وسهلا. أهلا بك دكتور. أرحب أيضا بالدكتورة هداب الكبيسي الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية تنضم معنا من عمان. دكتورة هداب مرحبا بك. أهلا بك. أهلا بك، مساء الخير. أهلا بك، مساء النور. أرحب أيضا بالأستاذ مازن التميمي الكاتب السياسي العراقي. أستاذ مازن مرحبا بك. أهلا وسهلا، حياكم الله. أهلا بك أستاذ مازن. أستاذ مازن، يعني بالبداية أبدأ مع الدكتورة هداب الكبيسي، نبحث في الأمر من الناحية الاقتصادية، نبحث في أسباب انهيار الواقع الاقتصادي في العراق. ما هو تأثير هذه الحكومات التي عملت على عدم اتباع أي سياسة اقتصادية ناجحة للنهوض بالواقع الاقتصادي؟ والدليل ما يدلي به خبراء وما يصفه خبراء اقتصاديون يصفون الواقع العراقي منذ احتلال العراق عام 2003 إلى الآن، لم نشهد أي نهضة اقتصادية، بل أن الاقتصاد يبقى معتمد على النفط كمصدر ريعي مهملا جميع باقي القطاعات الاقتصادية الأخرى المهمة كالزراعة والصناعة وغيرها، والعراق كما هو معروف بلد غني جدا. دكتورة هداب، السؤال موجه لحضرتك الآن، يعني ما هي الأسباب الحقيقية التي تقف وراء عدم النهضة الاقتصادية، عدم وجود أي أمل في أي بناء أو نهضة للبنى التحتية الاقتصادية في العراق؟ نعم، شكرا لك. في الحقيقة يعني ممكن ننظر إلى الموضوع بالشكل التالي، أننا أمام حكومات متراخية منذ عام 2003 إلى يومنا هذا، وبالتالي كل الحكومات المتعاقبة لم تستطع أن تضع توجها اقتصاديا صحيحا سليما يستطيع أن يحل المشكلة. ويعني وكانت يعني الأمور قد تكون بعض الشيء بجانبنا، كانت أسعار النفط قد تحسنت في السنتين الماضيتين، ولكن هذه الأمور ساءت جدا في 2020، وبالتالي أيضا أرست إليها جاء الكورونا، العدوى الكورونا وإلى آخره، مما أدى إلى تراجع الوضع الاقتصادي بشكل كبير جدا وواضح جدا، وبالتالي أصبحت لدينا مشكلة هي مشكلة الإيرادات المعتمدة. كما ذكرت حضرتك، إحنا اقتصاد ريعي ونعتمد على إيرادات النفط بالدرجة الأساس. هنا أصبح الاختلاف لدينا أنه يجب أن ننظر إلى انخفاض أسعار النفط بالشكل التالي، أنه كل انخفاض لو حدث في برنت دولار واحد في سعر نفط برنت المرجعي بالنسبة لنفط العراق، يعني سيؤدي هذا إلى تخفيض العائدات أكثر من مليار وربع مليون دينار مليون دولار العفو في الشهر، وبالتالي قد تزداد هذه أكثر. إحنا نعلم أنه برنت لم ينخفض فقط دولار، وإنما انخفض أكثر من ذلك بكثير. مع هذا تشير التقارير وتشير الإحصائيات أنه في هذا انخفاض كما أشرت دولار واحد برنت سيؤدي هذا إلى عجز قدره بين 41.5 مليار دولار إلى 52 مليار ونصف دولار. يعني بمعنى إن هل 41 و 52 مليار دولار عجز؟ نحن الآن في وقت بأمس الحاجة إلى كل دولار. المشكلة يا دكتورة، يعني جميع من يتساءل حتى من الداخل العراقي أو من الخارج العراقي، الخبراء الاقتصاديون يرون أن الواقع في العراق الآن حتى وإن كان سعر برميل النفط لنفترض 200 دولار هو مساوي للواقع العراقي الاقتصادي والمعاناة التي يعانيها المواطن العراقي في عندما يكون سعر برميل النفط 10 دولار أو حتى 5 دولار. يعني المواطن العراقي ما الذي يجنيه من النفط؟ يعني ما سبب هذا الإصرار على نفس الرتم ونفس المستوى، بحيث أن التدهور الاقتصادي وكأنه ممنهج؟ ألو ألو، دكتورة هدى. نعم، سنعاود الاتصال. سنعاود الاتصال بك مرة أخرى. نعم. سمعت السؤال؟ نعم. إذا نعاود الاتصال بالدكتورة هدى بن فواسي. لماذا الإصرار الدولة على بالضبط؟ نعم، على أنه نعم
اصرار الدوله على انه لم يتاثر الوضع الاقتصادي؟ نعم، يعني دكتورة أسأل، يعني الواقع العراقي لم يتغير، حتى وإن كان برميل النفط 200 دولار سعره، هو وإن كان سعره 5 دولار لا يتغير الواقع العراقي. الاقتصاد العراقي منذ عام 2003 لا يراد له النهضة، لماذا؟ نعم صحيح، نعم جدا صحيح سؤالك، إلى ما ذهبت إليه دكتور سمير. في الحقيقة يعني احنا نعرف في هذه السنوات التي احنا مررنا بها كان هنالك فساد اقتصادي كبير، وكان هنالك موازنات تضخميه ايضا ذات ارقام كبيره جدا. كل هذه الارقام كانت تذهب الى نحددها الى يعني نفقات تشغيليه وليس استثماريه، بالاضافه الى الرواتب، بالاخص خلينا نذهب على فقره الرواتب. هذه الاموال ال 50 مليار دولار تقريبا اذا مو اكثر تذهب الى رواتب، ولكن هذه ايضا اللي محسوبه تحت 50 مليار دولار رواتب اكثرهم فضائيون غير متواجدين في الحكومه العراقيه، وبالتالي كان هذا سبب في ازدياد النفقات بشكل كبير. وايضا انه هنالك يعني يشار الى انه هنالك خلق لوظائف في القطاع العام ما بين الاحزاب السياسيه لصالحهم دون استفاده منها المواطن العراقي. طيب. كل هذا ادى الى ذهاب الاموال ودون استفاده المواطن العراقي، وهذا ما ظهر لنا منذ 2003. نعم، ابقى معي دكتوره هدى، ساعود اليك مره اخرى. ارحب بالدكتور علي الربيعي السياسي والاكاديمي العراقي، انضم معنا من لندن. مرحبا بك دكتور علي. دكتور علي، يعني من منظور سياسي كيف تنظر الى هذا الانهيار في الاقتصاد العراقي؟ يعني الاقتصاد العراقي ويعني ليس بالضرورة أن يكون هناك انخفاض وانهيار بأسعار النفط لكي يتضح ويطفو على السطح أن هناك خلل في المنظومة الاقتصادية العراقية. الخلل واضح، حتى أن التظاهرات في العراق، الحالة، معدلات الفقر، نسبة البطالة، ترى أن كل هذه الأمور هي مؤشرات على أن الاقتصاد في العراق هو على رتم ثابت يعتمد على النفط، وهو اقتصاد ريعي. من منظور سياسي كيف تنظر إلى ثبات هذه الحالة، ثبات التدخل الاقتصادي في العراق؟ أهلا وسهلا بحضرتك. أهلاً. الحقيقة هذا التدهور الاقتصادي يعني وصل إلى مرحلة الانهيار، ولكنه لأنه لا توجد خطط اقتصادية ابتداء يعني منذ الاحتلال، بمعنى أنه كان المتفهم والمعروف أن يستمر ما يسمى أو ما يعرف باقتصاد الإسعاد لمدة سنة، سنتان، ثلاث سنوات. نعم. باعتبار أن العراقيين كانوا يعيشون تحت ظل حصار وعقوبات اقتصادية جائرة، ويحتاجون بهذه الحالة إلى نوع ما يسمى باقتصاد الإسعاد. لكن المفروض ب 2006 العراق يدخل إلى ما يسمى بالدورة الاقتصادية. عدم وجود دورة اقتصادية في البلاد لحد اليوم، إذا كان الانهيار طبيعي، هذا أولا. ثانيا، سياسات الفساد والإفساد معروفة. ارتفاع أسعار النفط في تلك الفترة، يعني لاحقا ارتفاع أسعار النفط وزيادة مداخيل الدولة العراقية، عدم ذهاب هذه الأموال بالفساد أدى إلى أنه أدى إلى ضعف الإنفاق على البنية التحتية للبلاد. ضعف الإنفاق على البنية التحتية للبلاد وزيادة الإنفاق على الجهاز بيروقراطي متضخم وفاسد، وزيادة الإنفاق على جهاز أو أجهزة أمنية قمعية ضد المواطن، هذه أكلة المال العام، يعني أكلة أموال الدولة. فإذا عندنا نهاية، إذا غياب دورة اقتصادية للبلاد، ارتفاع أسعار النفط لم يرافقه، يعني فرصة ارتفاع أسعار النفط لم يرافقه بناء البنية التطوير أو بناء البنية التحتية للدولة العراقية، وضياع الأموال بالفساد، وهذا الجهاز الأمني المتضخم الفاسد. إذن كان الحاجة إلى دورة اقتصادية. هذه الدورة الاقتصادية تحتاج إلى يعني إلى نظام سياسي برؤية اقتصادية، يعني أكو نظام سياسي اقتصادي. بالعراق لم يتشكل نظام سياسي
تشكل نظام على طريقة معروفة، يعني المحاصصة والطوائف والملل والنحل، وبالتالي ضياع المسؤولية أولا، والنهب المستمر للدولة العراقية لكل طرف، يأتي كل طرف حزب أو حكومة أو وزارة، من يأتي وزير ممثلا لحزب معين أو جماعة معينة ينهب هذه الأموال، وهم الحقيقة 5 أو 6 أحزاب 7 أحزاب يعني معروفة الأحزاب ورؤساء الأحزاب وزعماء الطوائف معروفين بالأسماء، والوزراء من تشك يعني من أخذوا مناصب وزارية معروفين، والأموال العراق أين ذهبت معروفة. العراق يعني نهب المال العام من ميزانية الدولة العراقية وصل حوالي أكثر من 500 مليار، يعني هذا المعلن والمعروف، إضافة إلى أن ذا تحسب بالنفط، والعراق هو يعتمد على دكتور علي لو سمحت. نعم. في إطار سياق الحديث كما تفضلتم، يعني غياب الدورة الاقتصادية، ولا يراد للعراق أن يعني يتشكل فيه نظام سياسي برؤية اقتصادية، كما هو معلوم أن العراق احتل من قبل أمريكا عام 2003، وكان هناك يعني شعارات ترفع على أن العراق سوف يأتي له الازدهار وسوف ينتشل من الدكتاتورية ويتحول إلى نظام مزدهر اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وإلى آخره. هذه الرؤى هل كانت موجودة ضمن مخطط الاحتلال الأمريكي، أم أن الانهيار الاقتصادي كان المراد أن يحصل في العراق؟ طبعا هذا سؤالك الحقيقة في شقين، يعني بشق اقتصادي وبشق سياسي، والشق السياسي إلى أبعاد، يعني هل كان يراد؟ نعم كان يراد هذا، وأني أتذكر على سبيل يعني على سبيل استذكار بعض الحوادث اللي جرت لتأكد يعني عن حقيقة ما جرى، يعني أتذكر قبيل الذهاب إلى الحرب على العراق، كانت هناك يعني المعارضة الأمريكية تعد العدة لمؤتمر في لندن معروف، وكان هناك يعني جماعات وطنية أخرى بهم قوميين وليبراليين وبعثين ضدنا البعث اللي هم في سوريا وآخرين، وكانت هناك فكرة إلى أن طرح يعني طرح مؤتمر آخر مقابل للمؤتمر الأمريكي، أي مقابل للمؤتمر الذي ترتب له الولايات المتحدة الأمريكية لاحتلال العراق، وكان المقصد من هذا المؤتمر، أنا كنت أحد الأشخاص يعني ولست قائدا فيه، ولكن أحد الأشخاص الذين مهتمين لعقد ذلك المؤتمر، ولكن المؤتمر لم يحصل بفعل تدخل وتأثير الدول، وربما أحد الأسباب هي الدول الإقليمية، أقصد النظامين إيران وسوريا اندفعوا وأيدوا ربما جماعات أن تحضر المؤتمر هذا. على كل هذا القضية قضية أخرى، أنا أتذكر حتى بها تفاصيل يعني من ضمن هذه التفاصيل أن الحزب الإسلامي يقصد إيهاد السامرائي كان مصر على حضور المؤتمر رغم تحذيرات من قوميين أو أشخاص آخرين. على كل لا أريد أتحدث عن الأسماء الآن، نعم، وعلى المجريات التفصيلية لحقيقة ما جرى في ذلك الحين، ولكن أقصد معارضتنا للحرب في ذلك الحين ووقوفنا ضدها بالإعلام وبالموقف السياسي كان لطرح نقطتين أساسيتين، كنا نطرح نقطتين أساسيتين وأنا شخصياً كنت أطرحهم متلفزاً يعني وهم موجودين في الأرشيف التلفزيون أقصد المستقلة مثلاً. أولاً أننا لا نؤيد الاحتلال، لأن الاحتلال كلفة الاحتلال ستكون أكبر من كلفة قاضي النظام، هذا أولاً. ثانياً لا يقول لنا الأمريكيون ماذا سيحصل في اليوم التالي لإسقاط هذا النظام، أي أن خليل زادة الذي كان يجلس في شارع الباركلين يرفض قطعياً أن يخبرنا ماذا سيحصل في اليوم الثاني لإسقاط النظام. على كل حال سارت الولايات المتحدة الأمريكية في تفكيك الدولة العراقية deconstruction of Iraq state ثم تفتيت الشعب العراقي وإلغاء فكرة أنه هناك شعب في العراق، هناك مكونات، وهذه الفكرة مطروحة في الولايات المتحدة الأمريكية، وفكرة بناء ما يسمى بالعملية السياسية على المحافظة، فكان طبيعيا أن هذا ينتج الفساد والتدمير العراق، بمعنى سياسة الفساد والإفساد هي سياسة مخطط لها أمريكيا وهي جزء من السياسة الأمريكية لتقسيم العراق. ومقال الرئيس الوزراء البريطاني في حين عندما سئل في مجلس عموم بريطاني ولماذا ما هذا الذي يحدث في العراق من تسكن للدماء، بسبب غياب الأجهزة الأمنية، ولماذا تغيب الأجهزة الأمنية؟ قال لأن كانت الولايات المتحدة الأمريكية مصرة على تقسيم العراق، وتدخلت لدى الرئيس بوش أن يوقف تقسيم هذه الدولة التي شكلناها في العشرينيات. على كل حال فإذا انهيار الاقتصاد، غياب عملية اقتصادية، من الذي يقوم بعملية اقتصادية؟ من العراق يحتاج إلى نظام سياسي اقتصادي. أعطيك مثل على هذا. شوف عندما كان هناك في أيام حكم
احمد حسن البكر عندما كان هناك توجه لنهضه اقتصاديه في العراق في تلك الحدود وبحدود بعد تاميم النفط وزياده مداخيل الدوله العراقيه، كان المطلوب في ذلك الحين مثلا تطوير قطاع الزراعه، وبما ان وزاره الزراعه العراقيه في ذلك الحين لا تستطيع ان تنهض بذاتها لما مطلوب منها لانجازات على مستوى يعني البذول والسدود والبذور واصلاح التربه، لذلك تشكلت ما يسمى بمجلس الزراعه الاعلى، يعني تساعده وزارات مثل الري مثل التخطيط مثل وزارات اخرى بمعنى. فبالتالي العفو يعني يمكن اورد ذهبت كثيرا في يعني ايراد دكتور يعني اتمنى لو تبقى معنا قليلا فقط ان شاء الله، نعرف ان لديك التزامات وانت في لندن واعانكم الله على ظروفكم الصعبه. سارحب بالاستاذ مازن التميمي الكاتب السياسي. استاذ مازن مرحبا بك ونعتذر منك على الاطاله. استاذ مازن يعني العراق يعني كما حصل منذ عام 2003 الاحتلال انشا عمليه سياسيه وعمل على ادامتها وديمومتها واستمرارها، ووصفها الاستاذ علي الرباعي والكثير من السياسيين والعراقيين والثائرين والثوار والمتظاهرين وكل من يصفها أنها عملية فاسدة، حتى أن الأمريكيين يصفون على لسان رئيس البيت الأبيض دونالد ترامب بأن من موجود في العراق من سياسيين ما هم إلا حفنة من لصوص بحسب وصفه. يعني الآن سياسة الفساد والإفساد كان مخططا لها أمريكيا، العراق الآن وفي ظل هذا الظرف كيف تصفه بعد مرور 17 سنة على احتلاله وهو في وضع مزر اقتصاديا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيوفك وللمشاهدين. بلا شك يعني انه الولايات المتحدة الأمريكية عندما خططت الى غزو العراق من المتوقع انه القوة او الشخصيات الوطنية المعارضة حتى في ذلك الوقت ما كانت هناك معارضة تسمى وطنية لا يمكن للوطني ان يقبل ان ياتي مع الاحتلال لتدمير بلده، فبالتالي الولايات المتحده الامريكيه والاحتلال بشكل عام ما يتعامل مع قوه وطنيه، يتعامل مع قوه عميله تابعه تنفذ ما يطلب لها بالمقابل ان تطلق يدها بالحكم وتسرح وتمرح وتقتل وتنهب، وهذا اللي حصل. عندما جاءت الولايات المتحده الامريكيه جاءت لتدمير البنيه التحتيه ولتدمير المجتمع العراقي، ليس فقط اسقاط النظام وانما تدمير الدوله العراقيه، لان كانت اكو دوله يعني كانت العراق كان لاعب اساسي في المحيط العربي والدولي والاقليمي قبل 2003، لكن ننظر الان العراق بعد الاحتلال اصبح ملعبا لمن هب ودب واصبح بالمطلق يخضع الى ايران واحتلال ايران، ولذلك الولايات المتحده الامريكيه هي مسبقا تعرف جيدا انها قادمه على تدمير بلد صاحب تاريخ وحضاره و حكم وطني، وبالتالي عندما جاءت بهؤلاء إلى سدة الحكم هؤلاء معظمهم لصوص سراق أملاء، وبالتالي يعني الوصف اللي وصفه محمد حسن ينهيكل الله يرحمه قال العراق دول أشبه بالبنك سطع عليه مجموعة من اللصوص، وهو فعلا هذا اللي حصل. ولذلك أمريكا عندما جاءت للعراق قامت بتدمير العراق بجهل الأدوات التي تنفذ تدمير العراق وتفتيت العراق هم هؤلاء الذين هم في سدة الحكم منذ 2003. كان في العراق أكثر من 130 ألف معمل سواء خاص أو حكومي دمر بالكامل. نعم. هناك زراعة في العراق دمرت بالكامل، كانت ميزانية العراق قبل الاحتلال 10 مليارات 12 مليار. أكو حصة للقطاع الصحي للتربوي للنفط غيرها وغيرها، أما الآن ميزانية العراق 150 مليار، وسؤالك كان في البداية سواء كان الميزانية 150 أو 5 مليارات والواقع لن يتغير لأنه طيب أستاذ مازن ابقى معي لو سمحت، سأعود إليك مرة أخرى. أعود إليك دكتورة خداة بالكبيسي، نتساءل طبعا في هذه الحلقة في سؤال رئيس هو يعني ما الضرر الذي لحق بالعراق من جراء هذا الانخفاض الأخير في أسعار النفط نفط تكساس الأمريكي، في حين أن العراق يعني يصدر إلى الولايات المتحدة يوميا نحو 400 ألف برميل، يعني ما مدى الضرر الذي لحق بالعراق؟ هل هو ضرر كبير فعلا؟ تحدثت في عندما سألتك دكتورة في السؤال الأول عن أن كل نسبة
من انخفاض في أسعار النفط تؤدي إلى عجز بنسبة ما، ولكن نتحدث هذا الانخفاض الأخير هل له تداعيات على الاقتصاد العراقي في الأيام المقبلة؟ نعم، في الحقيقة بالتأكيد له تداعيات على الاقتصاد العراقي. يعني خلينا نأخذ الفنيات في هذا الأشياء، يعني سعر النفط وانخفاضه كيف لنا أن ننظر إليه الآن. سعر النفط توقع البعض أنه سيكون يعني علميا فنيا على شكل حرف V باللغة الإنجليزية، أي بأنه انخفض كثيرا وصل إلى نقطة واعتقد البعض سيصعد مرة ثانية. في الحقيقة هو ليس كذلك، ولذلك نقول انخفاض سعر النفط غرب تكساس بالتأكيد كان له تداعيات على سعر النفط بشكل عام وعلى الاقتصاد العراقي. إذا شكل انخفاض سعر النفط الآن هو حرف يو باللغة الإنجليزية، بمعنى أنه انخفض لفترة وسيستقر لفترة أخرى وبالتالي سيرتفع، ولكن أيضا ارتفاعه سوف لن يكون سريعا ولن يكون بالشكل الذي نحن عهدناه في السابق. يعني لن يصل بهذه الفترة إلى 70-75 دولار حتى نهاية 2020، وبالتالي هذا بالتأكيد سيؤدي إلى سحب نقد إيرادات حجمها جدا كبير، قد تصل حتى أكثر من 50 مليار دولار سنويا، وهذا هو الرقم الذي احنا سيتأثر به هو الطبقة الفقيرة الموجودة في المجتمع وايضا الطبقه المتوسطه، بالتالي لانه هذا يؤدي له تداعيات على انخفاض قيمه العمله، وانخفاض قيمه العمله نحن نعلم انه اكثر الاقتصاد العراقي هو عباره عن استيرادات من الخارج، وبالتالي عمليه هذه الاستيرادات ستؤثر على المستهلك الذي يصبح او سوف يعاني من تآكل القوى الشرائيه، لانه يعني مقدار العمله التي يحصل عليها او الراتب الذي يحصل عليه سوف لن يقفيه كما كان يقفيه في السابق بسبب انخفاض سعر النفط. نعم. بالعوده اليك دكتور علي الربيعي، يعني نأسف على الإطالة، يعني هذا الحديث الذي تفضلت به الدكتورة هدى بالكبيسي وأيضا الأستاذ مازن التميمي، يعني نتحدث أيضا من خلال هذه المعطيات عن بعض الأمور التي حصلت خلال هذه السنين التي مضت، استهداف الاقتصاد العراقي في الصميم، يعني وخاصة إحراق الحقول الزراعية، إغراق السوق العراقي بالبضائع الإيرانية. هناك من يتهم إيران بالوقوف وراء ذلك، إلى أي مدى ترى أن الدور الإقليمي وخصوصا دور إيران، ولا سيما أن هناك أيضا حديث عن الكهرباء وعدم استثناء العراق من استيراد الطاقة الكهربائية الإيرانية، كل هذه الأمور كيف ترى وتصف الدور الإقليمي الإيراني تحديدا في التأثير على الاقتصاد العراقي وانهياره من وجهة نظركم؟ تسألني هذا السؤال ورد؟ نعم لك السؤال أستاذ علي. نعم؟ نعم لك السؤال تفضل. ورد وأنت تسألني هذا السؤال ورد إلى ذهني تصريح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الذي لا يتمتع بأي ظرافة ودبلوماسية في الحديث، يقول يعني في سياق حديثه على أمراء الرياض أو آل سعود أن يعرفوا أن صدام حسين قد مات وأن التاريخ لن يعود إلى الوراء. إذن ما كان يمنع الإيرانيون عن اجتياح العراق أو تدمير العراق هو الخوف من شخص رئيس العراق في ذلك الحين. إذن القضية تتعلق بحياة صدام، إذن لاكو علاقات حسن جوار ولاكو دورة ولاكو إسلام ولاكو دين ولاكو أخلاقيات ولاكو قانون دولي ولا أكو مانع أن يقوم الإيرانيون بما قاموا به من سياسات لتدمير العراق. إذا هذه هي القصة. إذا كان ما يردع الإيرانيون هو الخوف فقط، وإلا من إن انتفى الخوف لم يعد هناك مانع من أن يقوم الإيراني بما قاموا به. في الحقيقة إيران تصرفت بطريقة غير مسبوقة في العالم، أي لا توجد دولة على وجه الأرض من الصين حتى الولايات المتحدة الأمريكية تمارس هذا الدور في التخريب والتدمير إلى دولة جارة مثل ما تقوم به إيران إلى العراق. يعني ما يقوم به الإيرانيون تجاوز كل وصف وكل تحليل وكل كلام عن هذا التدخل.
الحقيقة لم يعد هناك دور إيراني في العراق حتى نكون واضحين ومحددين بالمصطلحات، ولا يوجد نفوذ إيراني في العراق. في العراق هناك دولة إيرانية في العراق. من يفكك هذه الدولة الإيرانية في العراق؟ هذا موضوع آخر، يعني تحتاج الشعب العراقي نعم غيره. الولايات المتحدة الأمريكية هي التي سلمت العراق لإيران. نعم الولايات المتحدة الأمريكية سلمت العراق لإيران، والولايات المتحدة الأمريكية بالوقت الذي تسلم به العراق لإيران، وبالوقت الذي تحدثت أنت أنه تأخذ 400,000 برميل نفط إلى آخره، هي تشاهد وتراقب وتعرف كيف هناك في البصرة هناك محطات لتهريب النفط. هذه تقوم به لكل حزب من هذه الأحزاب الحاكمة، هناك مضخات تهريب علني وعلى رؤوس الأشهاد، وليس فقط الأحزاب، أحزاب ورجال دين ومعممين ومشايخ وفقهاء وإلى آخره من اللعبة غير المحودة. فإذا هذا هو هذا تهريب النفط. إذا الولايات المتحدة تريد هذا التدمير للنفط العراقي، هذا أولا. ثانيا الولايات المتحدة الأمريكية القصد منها لم تمارس. الولايات المتحدة الأمريكية الحقيقة هي في العراق يعني تعرف ماذا تفعل، أي أن الولايات المتحدة الأمريكية لو كانت أعطيك مثال واحد مثال واحد على التغيير المطلوب. قبيل الانتخابات العراقية الأخيرة كان هناك حديث ومطالب من عراقيين كثيرين، عراقيين من عراقيين وطنيين، عراقيين نيابة، كفى يعني ما حصل قد حصل، هو تدمرت الدولة العراقية. تعالوا نعيد الأمور، ولو أنتم محتلين العراق، ولو أنتم عندكم هذه الأحزاب، ولو أنتم أدخلتم الإيرانيون، ولو تعالوا حد أدخل تقام دولة بالحد الأدنى. ما الحل لهذا؟ هذا الحل أكو حل آخر بسيط، يعني يبدأ بحل إصلاح تدريجي للوضع. كيف يكون؟ يكون بما يلي. أولا تغيير قانون الانتخابات، هذا اللعين البائس. اثنين تغيير الهيئة المستقلة للانتخابات غير المستقلة. ثلاثة تغيير التحالفات السياسية، بمعنى أن لا يقسم العراق على أساس خط العرض يعني أكراد وسنة وشيعة، ولكن تعالوا دعونا كعراقيين أن نشكل قوائم سياسية، نعم بها أكراد بها سنة بها شيعة بها أي طرف آخر، لكن ليس كأكراد وسنة وشيعة، وإنما كسياسيين. بمعنى العراق يحتاج إلى مشاريع سياسية. هذه المشاريع السياسية سيكون الاقتصاد واحد من أهم مرتكزاتها، يعني بمعنى أنه كل طرف في القائمة. واضح. شكرا لك، شكرا جزيلا دكتور علي الربيعي السياسي والأكاديمي العراقي لوجودك معنا في هذه الحلقة، شكرا لك. بالعودة إليك دكتور غداب الكبيسي، يعني هناك أمر أيضا يعني وقع على كاهل العراق واقتصاد العراق، وهو أمر الاستدانة. يعني الاحتلال الأمريكي استهدف جعل العراق في دوامة الاستدانة، يعني إلى أي مدى تتفقين مع ما يرى الكثير من المحللين السياسيين والمحللين الاقتصاديين هذا الأمر؟ الاستدانة، الدين، العراق الآن مديون لا يستطيع أن يفي باحتياجاته وكذلك أن يسدد القروض الخارجية والداخلية، وهو يعيش في أزمة اقتصادية خانقة. كيف تصفين ذلك من الناحية الاقتصادية دكتورة غدام؟ يعني أذهب إلى سؤالك. نعم الاستدانة في العراق بالتأكيد هي كبيرة جدا، وعندنا أيضا المشكلة أخرى هي الفائدة المدفوعة أيضا على الدين، أيضا رقم كبير جدا، يعني نسب المئوية إلى أيضا يعني في حالة بعض الأحيان ازدياد، وقد تصل يعني إحنا كنا بدون أي ظرف الحالي اللي هو إحنا نمر به هو الكورونا، يعني كان على الأساس تصل بعض منها من هذه الفوائد إلى تقريبا الى 2% من 2024. الان بالتاكيد اصبحت الامور بشكل اخر، يعني احنا دخلنا الان في دوامه اخرى الا وهو الفيروس ومشاكله التي يعني نعاني منه الان وسنعاني منه في المستقبل. يعني يلاحظ ان الدين العام العراقي اكيد هو في حاله نمو، ونمو بشكل مذهل ما بين 2019 و2020، ونسبته من الناتج المحلي الإجمالي أيضا بلغ حوالي 76%، يعني نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا يعني بمعنى أننا في حالة تآكل لكل ما هو نستطيع أن نحصل عليه من إنتاج. هذا من جهة. من جهة أخرى
ايضا هذا مسبب واضح وظاهر للاقتصاد العراقي بشكل عام، يعني هو ايضا سيسبب تراجع لانه هذا الدين سوف لن نستطيع ان نعمل على الايفاء به من جهه، من جهه اخرى لا نستطيع ان نحصل ايضا على قروض جديده حتى نستطيع ان يعني ان نسد العجز الذي احنا نمر به الان وسنمر به مستقبلا من انخفاض اسعار النفط. نعم أستاذ مازن التميمي، يعني هناك دور بالتأكيد وأثر لإيران في إغراق السوق العراقية بالبضائع، وهناك في محاربة الفلاح العراقي، طبعا هذا ليس كلامي وإنما كلام الفلاحين الموثق والمدون وكذلك حتى حديث المتظاهرين والشعارات التي خرجوا من أجلها، الشعارات الوطنية حيث طالبوا بالتغيير، طالبوا بإخراج النفوذ الإيراني والميليشيات الإيرانية والنفوذ الذي أثر على الاقتصاد العراقي وأدى إلى ارتفاع نسب البطالة وازدياد معدلات الفقر. هناك دور بالتأكيد أدى إلى الضغط على الاقتصاد العراقي منذ العام 2003 سواء بتهريب النفط كما تحدث الأستاذ علي أو عن طريق تهريب الأموال العراقية وكذلك استنزاف الثروات العراقية. كيف لهذا الدور الإيراني من أن تصفه أستاذ مازن التميمي؟ دكتورة هداب أعود إليك مرة أخرى، يعني كيف تصفين الدور الإيراني من الناحية الاقتصادية والضغط على الاقتصاد العراقي كيف كان؟ نعم أيضا هذا يعني يبدو واضحا أن الدور الإيراني وتأثيره في الاقتصاد العراقي من مجمل الأمور، يعني لحد الآن اعتمادنا على استيراد الغاز لتوليد الطاقة الكهربائية والإعفاء الرابع الذي قدم لنا في سبيل أنه نستطيع أن نستورد الغاز من إيران، أيضا أكيد كان هذا سببا آخرا في أنه سنبقى معتمدين عليها على إيران، وبالتالي أيضا يعني سيبقى الاقتصاد العراقي يعني يأخذ جزء كبير من موارده نحو الذهاب إلى الخارج، في حين كنا نستطيع أن نقوم بشيء يعني في هذه الفترة والفترة التي مضت كان بالممكن أن نعمل على الاستفادة من الغاز الطبيعي وعدم هدره، وبالتالي كان ممكن أن نتوصل إلى الاستفادة من قيام مشاريع وبالتالي نمتنع عن استيراده من إيران. الآن هو الحديث يجري أنه سوف يتم الاستفادة ولكن هذه المشاريع سوف يعني تأخذ فترة زمنية طويلة، يعني نحن الآن ليس في فترة زمنية طويلة ننتظر أكثر مما انتظرنا من 17 عاما، وبالتالي يعني إذا ننتظر بعد سنة لو أقل شيء، وهذا هو ليس هو سنة، لأنه الحديث منصب كان من قبل المسؤولين في النفط أنه سيأخذ فترة زمنية طويلة جدا، بالتالي يعني أكيد أكثر من سنة، هذا كله هو سحب للإيرادات، هذا هو كله إغار في يعني استمرار في احداث العجز في الاقتصاد العراقي، وبالتالي يعني احنا اضافه الى هذا لدينا معابر حدوديه معهم، هذه المعابر الحدوديه مسيطر من قبلهم، وبالتالي الايرادات التي نحصل عليها يعني 12 معبر حدودي اذا مو اكثر بيننا وبين ايران، هذه كلها مسيطر عليها بشكل او باخر من قبل الميليشيات ومن قبل إيران، وبالتالي مجمل الإيرادات التي تصلنا لا تشكل شيء من حقيقة إيرادات هذه المنافذ. إذا الاقتصاد العراقي أكيد متأثر جدا بدخول إيران عليه، وبالتالي يعني لابد أن نصل إلى نقطة أساسية أننا نفكر أن نترك يوما ما الاعتماد على الآخرين وأن نفكر بحالنا وكيفية أن نستطيع أن ننهض هذا الاقتصاد بأيدي عراقية وليس بالاعتماد على الجهات سواء كانت أجنبية أو حتى سواء كانوا من قبل الجيران مثل إيران. نعم. هل العراق يفتقد لخبراء اقتصاديين يضعون له الخطط الاستراتيجية وينهضون بواقعه الاقتصادي؟ هل يفتقد لهذه الخبرات؟ يعني صح أنه في عام 2003 حصل ما بعد الاحتلال عمليات قتل وتهجير للعلماء، ولكن الآن العراق يوصف بأنه البلد الولاد والذي ينجب المئات من العلماء والفطاحلة خلال عقد من السنين، بإمكانهم أن يبنوا، وما حصل في العراق بعد الحرب حرب 91 خير دليل على هذه النهضة السريعة وإعادة إعمار العراق من جديد، والكثير
من الشواهد التي تثبت ذلك. هناك الكثير من الخبراء الذين أثبتوا جدارتهم في دول العالم، منهم زهاء حديد رحمه الله، الكثير من الخبراء المعماريين، المهندسين، العلماء، الفيزيائيين، الكيميائيين. يعني لماذا لا يمكن لهؤلاء الخبرات أن يكون لهم القرار، وفقط القرار بيد السياسيين مثل ما يصف الخبراء؟ نعم أكيد، يعني إحنا البلد لا يخلو، أكيد يوجد هنالك كفاءات بمختلف الأنواع، وكذلك أخص الحديث عن الكفاءات الاقتصادية. بالتأكيد أكو موجود في البلد كفاءات اقتصادية، ولكن هذه الكفاءات قد نشير إلى أنه يعني هنالك مشكلة في اتخاذ القرار من قبلهم، قراراتهم مترهلة، وفي بعض الأحيان إذا ما يوصوا بشيء قد تكون الحكومة لا تأخذ بالقضايا التي هم يوصون عليها، هذا أيضا جانب مهم جدا. وأيضا قد يكون في بعض الأحيان المشكلة يعني تشمل إلى أنه أنا لاحظت في بعض الاقتصاديين من خلال اللقاءات التلفزيونية، يعني هو قد يكون في بعض الأحيان غير ملم بشكل واضح بما يجري في الخارج، وبالتالي ما يجري من النواحي السياسية والاقتصادية حتى يستطيع أن يبين قراره الاقتصادي بشكل صح. القرار الاقتصادي لوحده غير كافي، يجب أن يكون هنالك تفكير في القرار أيضا أو في مجمل الأمور السياسية، لأن هذه الأمور السياسية هي التي تصب في القرار الاقتصادي حتى أن يكون صحيحا. هنا نجد أكو خلل، أكو فجوة، وبالتالي يعني حتى ما موجود لدينا في بعض الأحيان يعني ندخل في مواضيع مع مثل اتفاقية الصين، الصندوق الغاطس وإلى آخره، يعني ما هو الفائدة نعم دكتورة داب إذا تركنا هذه الأشياء الفنية؟ نعم ليس لها. ابقي معي لو سمحتي، سأعود إليك مرة أخرى. بالعودة إليك أستاذ مازن التميمي، أستاذ مازن التميمي يبدو أننا فقدنا الاتصال بالأستاذ مازن التميمي، سنعاود الاتصال به مرة أخرى. إذن مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نكمل هذه الحلقة. نحن تحدثنا وتحدث الضيوف الكرام عن أن الأسباب الحقيقية للانهيار الاقتصادي هو الاحتلال الأمريكي وعمليته السياسية، وهناك الدور الإيراني الذي أدى بالتالي إلى الضغط على الاقتصاد العراقي وعدم السماح بنهضته والبنى التحتية الاقتصادية. إذن مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نكمل هذه الحلقة والعودة للحوار مع ضيوف الكرام، كونوا معنا. إذن مرحبا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، سلطنا الضوء في هذه الحلقة على اقتصاد العراق المنهار الذي انهار قبل انهيار أسعار النفط، وتحدثت دكتورة هداب الكبيسي عن هذه الأسباب الاقتصادية وكيف انهار الاقتصاد العراقي، وأيضا تناولها الأستاذ علي الربيعي، الأستاذ دكتور علي الربيعي الخبير السياسي والاقتصادي، أيضا تحدث عن هذه الأسباب الحقيقية التي تقف وراء انهيار الاقتصادي العراقي بعد احتلال العراق، وأنه لا يراد للعراق أن يحكم بواسطة دائرة سياسية برؤية اقتصادية، وإنما كان هناك مفهوم الكانتونات ومفهوم أن العراق يجب أن يقسم، وكان هذا الأمر ينظر له قبل الاحتلال. بالتالي كانت عملية انهيار الاقتصادي العراقي هو أحد أهداف الاحتلال الذي لا يريد للعراق أن ينهض اقتصاديا. وأيضا تحدث الأستاذ مازن التميمي عن دور الاحتلال ودور العملية السياسية، وكذلك الدور الإيراني بشكل مختصر فيما يخص الضغط على الاقتصاد العراقي والتأثير عليه، وبالتالي
يعني هذا الانهيار الذي نشهده بعد مرور 17 سنة على احتلال العراق. إذن الأمر ليس فقط متعلق بانهيار أسعار النفط، وإنما الاقتصاد العراقي هو منهار بالأساس، والذي يعتمد الاقتصاد بالضبط على النفط كمورد ريعي. بالتالي الموازنة تحتاج إلى سعر برميل $50 كحد أدنى من أجل تسديد الرواتب فقط. لا دور لخبراء الاقتصاد، الاستدانة، ضعف المفاوض العراقي، وكذلك الوظائف والرواتب التي تزداد كميتها ولا يوجد هناك فرص عمل جديدة. بالتالي نسب البطالة ونسب الفقر هي في ازدياد في العراق، وهذا أيضا يقع على كاهل العراق وعلى كاهل المواطن العراقي الذي تزداد معاناته. إذن دكتورة خداب، في يعني في سؤال أخير لحضرتك، يعني ما هي الخطط الاستراتيجية أو على الأقل الخطط قريبة المدى التي يمكن أن تهيئ الأرضية لنهضة اقتصادية؟ يعني الفساد المالي والإداري موجود، العملية السياسية موجودة، الاحتلال الأمريكي إلى الآن واشنطن هي تعمل على تشجيع وإدامة العملية السياسية، وهناك أيضا تأثير ودور إيراني كبير ونفوذ إيراني كبير في التحكم بالمشهد السياسي العراقي وبالتالي المشهد الاقتصادي. يعني هل من أرضية ربما تكون صالحة لإنبات البذرة الأولى لنهضة اقتصادية من وجهة نظرك كخبيرة اقتصادية؟ نعم، يعني أشكرك على السؤال. في الحقيقة أنه حتى أن ننهض بالاقتصاد العراقي فبالتأكيد يجب أن يكون لدينا هنالك نظام سياسي قوي ومتين، وليس هو النظام السياسي الآن اللي هو هش، وبالتالي بينعكس هشاشة النظام السياسي على هشاشة الخطط الاقتصادية وبالتالي في كيفية اتخاذ القرار. هنالك مشكلة مهمة جدا أننا في خضم هذه الأمور كلها، بين انخفاض أسعار النفط وبين الاستدانة وبين المشاكل السياسية والاقتصادية التي مررنا بها سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الخارجي، هذا كله سيقودنا إلى مشكلة أساسية أيضا التي قد تكون حجر عثر في وضع خطط اقتصادية صحيحة في المستقبل، ألا وهو هو انخفاض النمو الاقتصادي. يشير البعض أنه يتوقع البعض أن النمو الاقتصادي سوف بالرغم من كل هذه الأمور التي أشرنا إليها سوف يتحسن وسيكون أو سيحدث هنالك طفرة في النمو الاقتصادي. لا، في الحقيقة سوف لن يحدث نموا ولن تكون هنالك طفرة، لأننا يجب دائما أن نستند على ما هو موجود لدينا. ما هو موجود لدينا هو انخفاض أو بالأحرى عدم وجود اقتصاد حقيقي ملموس. يعني نحن في كل الوقت نعتمد على النفط بالدرجة الأساس، بالتالي هذا سيسبب لنا في هذه السنة كان متوقع على الأساس 2-3%، وحتى بالرغم ما تشير إليه بعض المصادر إلى أنه سيكون مثل هكذا نمو، لا، في الحقيقة سيكون نموا سالبا، وهذا النمو السالبا سيؤثر حتى لو أردنا أن ننهض قليلا بالاقتصاد العراقي، لكن بالدرجة الأساس يجب أن نفكر عدم وجود نمو اقتصادي، لأن عدم وجود قطاعات اقتصادية عاملة بشكل صحيح وبشكل مكثف هذا كله يقود إلى تراجع الاقتصاد بشكل عام، إضافة إلى ما مر به العراق كحاله حال بقية الدول هو عدوى الكورونا إلى آخره، هذا استنزف كثير من طاقات ومن إيرادات العراق، وبالتالي كانت المشكلة الأساسية أنه أثبتت الحالة أن العراق لا يستطيع أن يقوم بوضع خطط اقتصادية حتى ولو كانت بسيطة لفترة زمنية، لأنه شاهدنا أنه القطاع الزراعي قبل فترة حتى لو أردنا أن ننهض بيته أن الحرائق التي حدثت في العام الماضي حدثت الآن قبل أيام أيضا في إحدى المحاصيل الزراعية التي كان من المؤمل أن تسد يعني حجم كبير من استهلاك المواطن العراقي. إذا نحن أمام يعني عدة خيارات، هذه الخيارات سياسية واقتصادية، وبالتالي يعني يجب البعض يقول دكتورة هداب الآن يعني الآن العراق يعيش في كارثة اقتصادية كبيرة جدا. العراق يحتاج إلى 4 أضعاف سعر
النفط الحالي والتعويض، يعني سيكون إما بالسحب من الكتلة النقدية الموجودة، طبعا هي هذه الكتلة النقدية موجودة في الاحتياطي في البنك المركزي العراقي، أو الاستدانة من الداخل أو الخارج. يعني في ضوء كل هذه الظروف، هل يمكن تجاوز هذه المرحلة، هذه العقبة، أم أن تداعياتها ستكون كبيرة جدا وأثقل من حجمها المتوقع؟ في الحقيقة يعني احنا حتى نستطيع ان مثل ما ذكرت حضرتك دكتور سمير ان نعود الى الاحتياطات الاجنبية، يعني هنالك ارقام طبعا غير واضحة بين 53 مليار الى 63 مليار دولار، هو الاحتياطي النقدي في العراق الان موجود، احد المصادر تشير الى 63 مليار دولار حتى نهاية الشهر الثاني شباط من 2020. لكن مع هذا يعني أن هذا الوضع سيبقينا تحت موازنة طوارئ، وبالتالي فقط نستطيع إذا استطعنا أيضا أن نؤدي الرواتب والمستحقات المالية للموظفين والمتقاعدين إلى آخره. نعم. ولكن الحال أن هذا الرقم حتى الموجود لدينا هو رقم صغير جدا بالنسبة للاحتياطات الأجنبية، ونشار أنه قد سحب منه في فترة سابقة ما بين هذا وذاك، إذا سحب أو لم يسحب منه إلى حد الآن. نعم. لم تسحب منه الحكومة حتى لو 63 مليار دولار مثل ما ذكرت حضرتك، يعني يحتاج لنا إلى أن أسعار النفط ترتفع إلى يعني أرقام أربعة أضعاف، يعني نعم. عن أربعة أضعاف ما هو من أجل سداد الميزانية. نعم بالضبط. نعم، لأنه هي 50 دولار. وبالتالي نعم يعني حتى نستطيع أن نقول أننا الآن في خطوة أفضل، ونستطيع أن نضع خطة اقتصادية أفضل، ولكن في الواقع الحال هو ليس. شكرا لك دكتورة. شكرا لك، شكرا جزيلا دكتورة هدى بالكبيسي الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية من عمان، ونشكر شكرا جزيلا الأستاذ مازن التميمي الكاتب السياسي، ونأسف لانقطاع الخط، انقطاع الاتصال به، نعتذر منه ونشكره شكرا جزيلا، والشكر موصول أيضا للدكتور علي الربيعي السياسي والأكاديمي العراقي كان معنا من لندن. إلى لقاء آخر مشاهدينا الكرام، في أمان الله.